السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. يا هلا وسهلا فيكم في تجربة الجميع ينتظرها وهي السيارة الشنجان سي اس 95 موديل 2020 اللي هي 2020 الفيس ليفت الجديدة. طبعا أنا بدي أقول إنه السيارة هذه دشنوها شركة المجدوعي للسيارات في معرض جدة للسيارات الشهر الماضي. واقدر اقول أنه السياره هذه كانت واحده من السيارات اللي الجمهور والزائرين كانوا ملتفين وملتمين حولها تنافس الشانجان سي اس 95 في فئه الاس يو في المتوسطه بثلاث صفوف وهذه الفئه اسمها اس يو في دي اي وعلى حسب دراسه مياكا بتقول انه هذه الفئه زادت حجم مبيعاتها في السعوديه اكثر من 50% في المية في عام 2019 مقارنة بعام 2018 بمعنى أن الطلب والإقبال على سيارات هذه الفئة ازداد في عام 2019 في هذه التجربة أنا حركز على التغييرات اللي انعملت في السياس نانتي 95 من الجيل الحالي وتنافس الشانجان سي اس 95 موديل 2020 كل من مازدا سي اكس 9 ونيسان باث فايندر وام جي ار اكس 8 الجديده وهافال h 9 وجي اي سي جي اس 8 وفورد اكسبلورر وشيفروليه ترافرس وابعاد الشانجان زي ما انتم شايفين السي اس 95 الطول 494.9 من عشره والعرض 193 سنتيمتر والارتفاع 179 سنتيمتر وطول قاعده العجلات 281 80 سنتيمتر. وعملنا مقارنة ما بين الشنجان CS95 ومنافسيها من ناحية ابعاد السيارة هتظهر أمامكم على الشاشة طبعا أنا بقول الأبعاد هذه ليش لأن الأبعاد هذه بتعكس على تصميم السيارة الخارجي ومساحة المقصورة من الداخل التصميم الخارجي التحديث والتغيير اللي صار على شانجان سي اس 95 مش بس على التصميم الخارجي لكن عملوا 30 تغيير وتحديث للسيارة تغييرات اللي صارت على السيارة مركزة على الواجهة الأمامية غطاء المحرك يجي بخطوط نازلة ومندمجة مع شبكة التهوية الأمامي وشبكة التهوية الأمامي صار ماخذ الواجهة الأمامية كلها بعكس شبكة تهوية في الطراز الحالي اللي كان يجي مكسوم إلى قسمين الأضواء الأمامية جديدة سودا اي دي نهارية اي اف اس وعلى فكرة كل الأضواء الموجودة في السي اس 95 الجديدة صارت اي دي الأشياء المتوفرة في الواجهة الأمامية للسيارة CS95 موديل 2020 زي ما انتم شايفين وفروا كاميرا اماميه ورادار موجود هنا في الامام على الصدام الامامي وكذلك وفروا اللي حساسات على الصدام الامامي هذه الحساسات طبعا تساعد للوقوف في المواقف واخر شيء الجميل في السياره والواجهه الاماميه كده بدمجها كلها مع بعضها بنشوف إنهم موفروا اللي هو الكروم اسفل الصدام الامامي بيعطي شكل حقيقه متكامل وشكل رياضي جميل جدا بلم الواجهه الاماميه كلها مع بعضها الفتحتين الموجودة على غطاء المحرك حقيقة شكلية تجميلية ما لها دور فعال أو فونكشنال اللهم إلا بتعطي شكل رياضي جميل جدا ومدمج لما يندمج اللي هو غطاء المحرك مع الواجهة الأمامية بيعطي شكل رياضي للسيارة أضواء الوقوف وأضواء توجيه تلف مع دوران عجلة القيادة وأضواء نهارية زي ما شايفينها ثلاثة في واحد جاية على شكل سهم أضواء الضباب أضواء الضباب اتغيرت كمان وصارت دي ونشوف لمسات من الكروم أسفل شبك التهوية اللي جاي زي حرف ال ومتصل مع بعضه بيعطي جمالية وهيبة للسيارة خلينا نتكلم عن الالوان خاصه لون السياره اللي معانا هذه اللي بنسوي لها نحن تجربه زي ما انتم شايفين يجي بلونين اللي لون الهيكل ابيض والسقف اسود بيعطي شكل جذاب وجميل جدا وشيك هذه الميزه ما تتوفر الا زي ما انتم شايفين في اللون الابيض والاسود لكن سياره تجي بالوان ثانيه اللي هو ابيض كامل يعني السقف والبودي كله أو الهيكل كامل أبيض وكذلك تيجي بلون أسود متكاملة وتيجي كمان اللي هو باللون البني واللون الرمادي اللي هو (جراي) زي ما انتم شايفين وفروا روف راك على جوانب السقف من الكروم والمرايه الجانبيه في السياره هذه جايه اللي هي باللون الاسود وعليها اضواء المؤشر الاي دي وكاميرا جانبيه موجوده هنا مقابض الابواب جايه بلون هيكل السياره وعليها شريط من الكروم تعمل باللمس واسفل الابواب زي ما انتم شايفينه اللي هو جاي اللي هو شريط من الكروم بيعكس جماليه التصميم وتيجي بجنوط مقاس 19 بوصة بتصميم جديد ديناميكي متعدد الشرايح واحده من الاشياء التجميليه اللي موجوده على سياس 95 اللي هي على جوانب آه الرفرف الامامي اعلى الاطارات الاماميه زي ما انتم هذه اللي هي شكلها كانه فتحه جانبيه فتحه تهويه لكنها هي في الواقع شكل تجميلي لا اقل ولا اكثر ومكتوب عليها التي بالاحمر والباقي اللي هو تربو آه بيعطي بس رمز انه السياره هذه بتعمل بمحرك تربو ولما تفتح الباب وفروا إضاءة ترحيبية في المرايا الجانبية بشعار شنجان تشوفوا على الأرض التصميم الخلفي للسيارة أبرز التغييرات اللي انعملت للسي اس 95 2020 الفيس ليفت هي الأضواء الخلفية زي ما تشايفين شايفين جاية الأضواء الخلفية بتصميم مستقيم وممتدة بشريط بعرض الواجهة الخلفية وملتحمة مع بعضها تصميمها جاي من تصميم أضواء السيارات الفاخرة طبعا الاضواء الخلفيه اي دي ومدمج فيها اضواء اللي هو الرجوع للخلف واضواء الانعطاف كمان كلها هذه جايه ايش اي تعطي شكل رياضي وحديث كمان نشوف من التغييرات اللي انعملت للواجهه الخلفيه وغير تصميمها انهم غيروا ابعاد الواجهه الخلفيه واظهروها بطريقه مختلفه من الاشياء اللي موجوده اللي هو الانتانه اللي جاي على شكل زعنف القرش وكمان آه وفروا اللي هو الجناح الخلفي جاي آه بالشكل وتصميم شيك جميل جدا وعليه اضواء المكابح ننزل على تحت شويه ونشوف الموفر اللي هي كاميرا خلفيه وكمان ننزل لتحت ونشوف انه الصدام الخلفي وفروا عليه اللي هي حساسات خلفيه بتساعد في الوقوف في المواقف وكمان نشوف ان موفره اللي هو اضواء الضباب مدمجه مع عاكسات الضوء اللي جايه على شكل الحرف ال ونشوف انها محاطه بكروم جاي الكروم هذا وممتد بعرض الواجهه الخلفيه اسفله نشوف اللي هو البلاستيك الصلب موجود طبعا البلاستيك هذا جاي على جوانبه اللي هو فتحات جاي على شكل فتحات العادم لكنها ما بتلعب دور فعال هذه فقط شكليه بتعطي الواجهه الخلفيه شكل رياضي لا اقل ولا اكثر باب صندوق الامتعه الخلفي في نظام صوره بانوراميه 360 درجه ويفتح باب صندوق الامتعه بنظام حساس مرور القدم ويغلق باب صندوق الامتعه برضه كمان بنظام حساس مرور القدم. مساحه صندوق الامتعه 550 لتر ولما نطوي ظهر المقاعد الخلفيه زي كده تعطينا مساحة قدرها ألف وستين لتر ومن الأشياء اللي أنا حابب أذكرها عن المقاعد الصف الثالث أنه هي فيلها الزر هذا أو المشد هذا بيعطيك اللي هو ال 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 الإمكانية أنك أنت ترجع ظهر المقاعد الصف الثالث بالمساحة اللي تريح ركاب ال الصف الثالث نشوف كمان أنه وفروا بس هي مش موجوده في السياره اللي معنا اللي هو هذا مكان يجي للواقي اللي يجي لحمايه الاغراض اللي بتثبتها اللي بتحطها او بتخزنها في صندوق الامتعه وكمان نشوف انه في مسكات موجوده هنا لربط او تثبيت الاشياء اللي بدك تخزنها في صندوق الامتعه وعلى اليسار نشوف انه موفره اللي هو شاحن كهرباء موجود هنا 12 فولت و اسفل سطح صندوق الامتعه، نشوف انهم وفروا مكان للتخزين موجود هنا، وكذلك العده موجوده هنا، وهذا هو مثلث الطوارئ. واحد فيكم ممكن يسال فين اللي هو الاطار السبير؟ الاطار السبير موجود اسفل السياره اللي هو تحت موجوده هنا. محرك الشانجان السي اس 95 موديل 2020 ما تغير هو اربع سلندر بلو كور تربو تشارج سعته لترين جي دي اي بيعطي قوه 233 حصان عند 5000 الى 5500 دوره في الدقيقه وعزم دوران 360 نيوتن متر عند 1750 الى 3500 دوره في الدقيقه وارتبط هذا المحرك بناقل حركه اوتوماتيكي جديد من 6 سرعات من شركه ايسون واقتصاده في وفي استهلاك الوقود في السيارة اللي بتيجي بنظام دفع 4x2 يبلغ اللي هو 12.6 كيلو متر لكل لتر واحد وفي السيارة اللي تيجي بدفع رباعي على كل العجلات يبلغ اقتصادها في استهلاك الوقود اللي هو 12.2 من 10 كيلو متر لكل لتر واحد ونوعية الوقود المستخدم هو 91 خلي بالكم كان 95 قبل كده وسعة تانك البنزين اتكبرت كمان من الجيل الحالي وصارت 74 لتر وتقدير هيئة المواصفات والمقاييس لاستهلاكها للوقود صار ممتاز وحوريكم البطاقة وعملنا مقارنة ما بينها وبين منافس من ناحية سعة المحرك وقوته وعزم دورانه واقتصاده في استهلاك الوقود ونوعية الوقود المستخدم حتظهر أمامكم على الشاشة المقصورة الداخلية صارت أفخم بكثير من الجيل الحالي تغييرات نشوفها في شاشة المعلومات والترفيه مقاس 12.3 من 10 بوصة وكمان وفروا شاشة جديدة TFT مقاس 10.2 من 10 بوصة تعرض المعلومات الخاصة بالسيارة للسائق داخل لوحة العدادات الكونسول الوسطي أعادوا وجددوا تصميمه نشوف المقصورة الداخلية بالكامل غطوها بالجلد الناعم وعجلة القيادة جلد متعددة الوظائف تتوفر إضاءة داخلية LED وفيك تغير الألوان على حسب مزاجك والإضاءة الداخلية تتوفر ب64 لون مختلف يعتبر هو الأكثر في هذه الفئة من خلال اللي هو إعداد السيارة تضغط الزر هذا فتجيك اللي هي الألوان وفيك تغير الألوان من هنا على حسب إيش اللون اللي أنت تبغاه تقدر تحدده باللي هو زي ما اللون الموجود هنا فوق هذه هي طريقه تغيير الوان الاضاءه الموجوده في داخل السياره وتوفر في السياره فتحه سقف بانوراميه تعديل مقعد السائق بثمانية وضعيات كهربائيا والراكب اللي جنبه بأربع وضعيات كهربائيا بخاصية دعم للظهر مع خاصية المساج والتهوية وفروا كمان ذاكرة لثلاثة وضعيات والنظام الصوتي يجي بعشرة سماعات ويتوفر في السيارة نظام فتح الأبواب وتشغيل السيارة عن بعد مقاعد الصف الثاني فيك تعدلها تنزلق للامام زي ما انتم وكذلك ظهر مقاعد الصف الثاني فيك ترجعه للخلف على حسب وضعيه المناسبه لركاب الصف الثاني. كمان وفروا هنا اللي هو نظام تكييف مستقل لركاب المقاعد الخلفيه وهنا مكان للتخزين واسفله اللي هو منفذ يو اس بي. طبعا وفروا في الوسط تكايه موجوده هنا وفيها حامله اكواب وكذلك مكان للتخزين موجود هنا. الماخذ اللي اخذه انا حقيقه على المقاعد الخلفيه بانه الدخول او الوصول لمقاعد الصف الثالث ما يتم الا عن طريق فين؟ الجهة اليمين أو خلف اللي هو الراكب الأمامي ما تقدر تدخل من اللي هو الجهة اليسار أو خلف مقعد السائق حوريكم الآن كيف تنعمل من جهة زي كده هذه تنزلق الأمام وهذا هو المكان وأنا أعتبره مكان ضيق جدا عشان يوصل للصف الثالث مثل ما قلت قبل شويه هذه هي او هذه الجهه الوحيده عشان تدخل آه وتوصل للصف الثالث وهي ما هي الطريقه العمليه آه عشان الوصول لها آه انما هذه هي المتوفر الان وهذه الطريقه عشان توصل للصف الثالث ونرجع وطبعا عندك هنا زر تقدر ترجع المقعد اللي هو ظهر مقعد الصف الثاني وطبعا لما تقعد طبعا انا انا اعتبرها انه الجلسه فيها تعتبر للاطفال اكثر منها للكبار لكن آه عشان وفروا اللي هو المشد الموجود هذا هنا وبيعطيك مساحة انك ترجع ظهر اللي هو المقعد الصف الثالث ويديك مساحة اكثر تجلس عليها بارتياح وانا اعتبر بهذه الطريقة ممكن كبار آه السن يقدر يجلسوا في آه اللي هو الصف الثالث وعلى جوانب السيارة لركاب الصف الثالث وفروا مساند اللي هي للذراع ناعمة وكذلك وفروا حاملة أكواب، وهنا مكان للتخزين موجود هنا. واللي ركاب مقاعد الصف الثالث وفروا زي ما أنتم شايفين اللي هو فتحة تهوية موجودة هنا وكذلك إضاءة للقراءة. الخروج من مقاعد الصف الثالث مش بالسهولة ولا بالعملية مثل اللي هو السيارات في هذه الفئه، زي ما انتم شايفين هذه، هذه هي الطريقه الوحيده حتى راسك ما تضرب في السقف اللي موجود هنا وتقدر تخرج بسهوله من اللي هو الصف الثالث. اختيار وضعيه القياده يصير عن طريق القرص الدوار الموجود اسفل الكونسل الوسطي. وتتوفر السي اس 95 موديل 2020 باربع وضعيات للقياده الوضعيه الاولى وهي العاديه نورمال وهذه الوضعيه لما تحط الجير اللي هو ناقل الحركه على الوضعيه دي السياره تمشي وتعطي قوه عاديه ومعظم الوقت صرفها للبنزين في هذه الوضعيه عادي الوضعيه الثانيه اللي هي الايكو طبعا في هذه الوضعيه تقلل من عزم السياره شويه لكن في المقابل تعطيك اقتصاد في استهلاك الوقود اكثر الوضعية الثالثة هي سبورت رياضية السيارة بتكون هجومية اكثر وناقل الحركة يبطئ شوية في تنقيلاته للاعلى ويطور من التنجيل للاسفل او الاقل او للارقام الاقل. الوضعية الرابعة هي سنو في هذه الوضعية السيارة تبدأ من الجير الثاني بتحكم اوتوماتيكي عشان تتجنب اي انزلاق من البدايه على ثلج او حتى على طرق مبلله زي المطره كمثال وتساعد وتعطيك تحكم اكثر على السياره بالنسبه لنظام الدفع الفور ويل في السي اس 95 يتوفر في السياره نظام الدفع الرباعي النشط الذكي اللي يرسل عزم السياره للاطارات الخلفيه بذكاء على حسب المعلومات اللي تجمعها السياره مثل سرعه السياره وطريقه قياده السائق وحاله انزلاق الاطار في هذه الحاله النظام يطور من اداء السياره في خطوط طويلة مستقيمة وكمان على المنعطفات وعلى الطرق العادية والطرق الوعرة عن طريق التحكم المستمر بتوزيع عزم السيارة السي اس 95 تتوفر بثلاثه وضعيات للفور ويل الوضعيه الاولى اللي هي تو ويل درايف زي ما انتم شايفين كده هذه الوضعيه للقياده على الطرق المسفله العاديه بهذه الوضعيه السياره تعمل دفع 4x2 الوضعيه الثانيه اللي هي الاوتو هذه الوضعية لكل حالات الطرق النظام يحول العزم للإطارات الخلفية بوقت حقيقي وبالذكاء مثل ما قلنا معتمد على المعلومات مثل سرعة السيارة وطريقة أو أسلوب قيادة السائق وانزلاق الإطار هذه الوضعية تساعد في القيادة على الطرق العادية والطرق الوعرة لأن النظام بيوزع عزم السيارة باستمرار حسب الاحتياج الوضعية الثالثة وهي فور ويل لوك هذه الوضعية مهمة لما تكون الأرض مبللة أو مطرة وفي أماكن انزلاق كثيرة مثل رمل ناعمة وطرق وعرة اللي بيصير إنه الوضعية هذه تزيد عملية الجر اللي هي تراكشن لما الإطارات الأمامية ما يكون عندها تراكشن ما هي ماسكة على الأرض أنظمة السلامة والأمان المتوفرة في السيارة شانجان نانتي 95 موديل 2020 الجديدة تتوفر بثمانية وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب اللي جنبه وجانبية في الأمام والمقاعد الخلفية كمان وسائد ستائرية جانبية وأنظمة السلامة النشطة المتوفرة في السيارة تتوفر بنظام توزيع قوة الفرامل الكهربائية اللي هي اي بي دي ونظام الفرامل المانع للانغلاق اللي هي الاي بي اس ونظام التحكم في الجر اللي هي TCS سي اس ونظام التحكم الالكتروني بالثبات اللي هي ESC اس سي واوتو هولد واوتو بارك ونظام التحكم في الصعود للمرتفعات اللي هي HHC سي ونظام التحكم في النزول من المرتفعات اللي هي HDC دي سي ونظام وقوف المكابح الكهربائيه اللي هي اي بي ومن التقنيات المتوفرة في سي CS95 موديل 2020 هي مثبت سرعة تكيفي باستخدام الرادار اللي هو أحدث جيل من شركة بوش الألمانية الرادار هذا اسمه MRR EVO 14 ووفروا كمان نظام تحذير من وجود سيارات عند الرجوع للخلف، ونظام كشف النقطة العمياء، ونظام التحذير من الخروج عند خط المسار، ونظام التحذير للاصطدام الأمامي، ونظام مكابح الطوارئ الأوتوماتيكي، وطبعاً نحن قلنا إنه توفر في السيارة حساسات أمامية وخلفية وكاميرا محيطية 360 درجة. احاسيس وانطباع القياده نظام التعليق الامامي مكفرسون مستقل والخلفي عرضي مزدوج طبعا هذا بيعطي للسياره هدوء ملاحظ داخل المقصوره بعد سرعه 100 كم في الساعه وانا شايف ان هي راسيه على الطريق وحتظهر امامكم على الشاشه جدول يظهر الطرازات المتوفره في اسواقنا واسعارها كمان وعملنا مقارنه بينها وبين منافسيها من ناحيه الاسعار والضمان المتوفر من الوكيل حتظهر امامكم على الشاشه أرجو أن تكونوا قد استفدتم من تجربة الشانجان سي اس 95 الفيس ليفت الجديدة موديل 2020 ولمزيد من المعلومات زوروا موقعنا سعودي اوتو دوت كوم دوت اس ولا تنسوا استخدام الغمازات اللي هي مؤشر الانعطاف عند الخروج من خط مسار لخط مسار ثاني حتى تتجنبوا مفاجاه السائقين على الطريق ولانه عدم الالتزام باستخدام الغمازات يعد من المسببات للحوادث وذكروا انه مصانع السيارات وضعوا هذه التقنيه لاهميتها فاستخدمها والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.